هلا وسهلا، مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم. الألم الموجود في منطقة الورك ونازل على الرجل إلى منطقة الساق أو القدم، هذا ناتج من شد عضلة موجودة في الورك قريب منها منطقة أعصاب. إذا كان فحص الظهر أو الفقرات القطنية سليمة راح تعطي هذه العضلة هذه الأعراض، أما إذا كانت مشكلة في أسفل ظهرك ممكن يكون ناتج من الفقرات القطنية أو مشكلة ناتجة من ضغط عصب، لذلك تتشابه في الأعراض في نفس المكان لكن باختلاف التشخيص. إذا استبعدنا مشاكل الظهر قد يكون ناتج عن هذه العضلة. طيب وش دور هذه العضلة؟ راح أشرح لكم بشكل مبسط. هذه العضلة هي اللي تساعد على حركة الرجل للخارج أو حركة الورك للخارج، راح أشرح لكم عن أسبابها وأعراضها وعلاجها. وش الأعراض اللي ممكن تسببها هذه العضلة؟ العضلة هذه موجودة في منطقة الورك وعميقة، غالبا في حال وجود شد فيها وعدم مرونة راح ينتج عنها ألم في منطقة الورك والفخذ الخلفية وتحت الركبة، وأيضا ممكن منطقة الفخذ الجانبية ونازل إلى منطقة الساق ومنطقة الكعب. يصاحب هذا الألم قد يصاحب ألم أو خدار أو تنميل في حال سلامة الفقرات القطنية من ضغط الأعصاب، ذلك نتيجة شد العضلة الجانبية من الفخذ من الورك. لذلك مهم جدا مرونة هذه العضلة قوتها لأنها تساعد على تخفيف الحمل على الركبة. وش أسباب ألم هذه العضلة وعدم مرونتها؟ هذه العضلة في حال عدم مرونتها راح ينتج عنها ألم في منطقة الرجل زي ما ذكرنا. طيب وش السبب؟ الناس اللي تجلس على جهة معينة، إذا جلس يحب يجلس على جنب معين أو يحب يحط رجل على رجل فيزيد الحمل عليها فترة طويلة فينتج عنها ضغط على هذا العصب، أو الناس اللي إذا جت توقف رجل على جهة أكثر من جهة دائما تفضل تحب تزيد الحمل على جهة فينتج عنها شد على هذه العضلة أكثر من العضلة المقابلة لها، أو الناس اللي عندها مشاكل في الركب فالحمل اللي في الركبة ما راح يكون 100% يزيد الحمل على منطقة الورك فهذه العضلة تشتغل عليها أكثر من المطلوب، لذلك مهم جدا مرونتها وقوتها عشان تخفف الحمل على الركب. طيب وش الحلول لتخفيف الألم اللي موجود في هذه المنطقة العضلية؟ نحرص على تقوية منطقة الأرداف أو الوركين مثل تمارين بريدج اللي تمارين التقوية لمنطقة الحوض، وأيضا تقوية عضلات الجذع وعضلات الحوض. أيضا مهم جدا أننا نحرص على مرونة عضلات الفخذين، إطالة لعضلات الفخذ الخلفية لأنها في حال شدها راح تزيد الحمل على منطقة الوركين. أيضا تقوية عضلات الفخذ الأمامية لأنها تخفف الحمل على منطقة الركبة اللي ممكن ينتج عنها حمل على منطقة الوركين. مهم جدا على أن تقوية العضلات هذه ومرونة عضلات الفخذية وتقوية عضلات الأمامية من الفخذ تخفيف الحمل على الركب والوركين، بالإضافة للعلاج اليدوي لتقليل الشنجات والعقد العضلية الموجودة بالوركين، وأيضا تمارين الإطالة مهمة جدا لهذه المنطقة منطقة الأرداف. من تمارين مرونة منطقة الوركين أو الأرداف، أول تمرين حط رجل على رجل وحاول أرفع ظهري وأصلبه وحاول أنزل وأثبت 5 إلى 10 ثواني أحس منطقة شد في الورك، بعدين أحاول إني أحط رجل على رجل وأسحب بيدي معاكسة وأحس بإطالة هذه العضلة وأثبت 5 إلى 10 ثواني وأمدر لي نفسها في منطقة الألم وأجيب رجلي الثانية وأحاول إني أسحب الجزء المعاكس تحس بإطالة هذه المنطقة، أو إني أحط حبل أو باند وأسحب هذه المنطقة بحيث إني أسوي مرونة هذه العضلة. التمرين الأخير حاول إني أحط رجل وأسحب 5 إلى 10 ثواني مع مرونة الظهر عشان أخفف التشنج في المنطقة الجانبية.